السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات. أخ لامين، أخ فوزي، أخ جوسي ولا مش عارف، أخ عمار، ناس بسكرة، الأخ أمير، الاخ بوتفليقه اخويا مازال كيخين عاوك صاحبي، داروك انقلاب زدت عاود رجعت ولا كيفاش؟ اخ تاع قسنطينه، اخ محمد الجزائري، الاخ فيصل، ايا لباسي، اخ فوزي، ان شاء الله ربي يبارك فيك الاخ فوزي. وعليكم السلام الأخ عادل، الأخت سعاد، أخ محمد ناس الواد، وعليكم السلام الأخ عباس، ربي يبارك فيك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بناسو فاتح، الأخ سيمو قريب إن شاء الله لك كتب ربي. المهم الإخوة والأخوات، الآن مانيش نقرأ في التعليقات، نحاول أن ندير مداخلة باش نفيدكم بالوجهة نتاع النظر تاعي. كاين فيه بعض الإخوة اللي تهمهم الوجهة نتاع النظر تاعي، راح نتحدث على ثلاث نقاط. النقطة الأولى المتعلقة بالجيش، بطبيعة الحال فيه شرح حول الدور تاع الجيش في وقت سابق، في الوقت الحالي، في المستقبل، كيفاش نحلو الجزائر في ظل هذه الأطماع. والنقطة الثالثة، لأنه راح نقدم اقتراح لا سيما الإخوة اللي راهم موجودين في الخارج، ونسمي بعض الأسماء حتى باش يقوموا هما بدور، سواء في فرنسا أو في سويسرا أو في بريطانيا، أمريكا، إلى غير ذلك من العواصم اللي في الخارج. والاقتراح الثالث هو نقدم بعض الأشخاص، بطبيعة الحال هاد الأشخاص هما يقوموا والله يلعبوا دور في مرحلة انتقالية. وهذه المرحلة الانتقالية نقول أنا علاش، لماذا هذه المرحلة الانتقالية، ولماذا هذه الأشخاص. إذا نبدأ بالنقطة الأولى المتعلقة بالجيش. فيه ناس الآن راهم متخوفين، لا سيما هو أنه فيه بوادر يعني واضحة من أنه فيه تدخل بالقوة من طرف المؤسسة نتاع الجيش، وتحديدا في القايد صالح. بطبيعة الحال هما راهم يحاولوا على جال باش من خلال ناس مكلفين بمهم على جال باش يبعدوا هذه القضية، لأنه خايفين من ردود الفعل الدولية. ويحاولوا على جال باش يمدوا صورة، لكن الناس على بالها. لا سيما هو أن المؤسسة نتاع الجيش معروفة، يعني بداية بتنصيب أحمد بن بلة، الوصول نتاع حواري بومدين، تعيين شلي بن جديد، والانقلاب عليه، الإتيان ببوغياف واغتياله، الإتيان بزروال والانقلاب عليه، والإتيان ببوتفليقة، والآن راكم تشوفوا في النتيجة. والآن الناس راها تطرح في أسئلة، وأسئلة موضوعية وأسئلة منطقية. دوك نجيو الآن القضية نتاع الناس اللي راهم مؤيدين والناس اللي راهم معارضين. الناس اللي راهم معارضين هذا النهج
نتاع المؤسسة العسكرية، خايفين يقول لك من يضمن باللي هذه المؤسسة العسكرية رايحة هي تسلم السلطة للمدنيين، ومن يضمن بأن هذه المؤسسة العسكرية رايحة هي تستجيب للمطالب نتاع الشعب. هذيك الكلام هذيك نتاع البيانات نتاع انه المؤسسه العسكريه راها مع مطالب الشعب وراها مع تطبيق الماده 7 من الدستور وكذا، هذا كلام يبقى حبر على ورق ما لم هذه المؤسسه العسكريه تقوم بافعال على ارض الواقع، افعال اللي تثبت بالدليل القاطع من أن المؤسسة العسكرية راها تسمع للخيار تاع الشعب وفعلا تؤمن بالسلطة تاع الشعب. إذن فيه تخوفات، الناس اللي راهم درك هما يأيدوا في المؤسسة العسكرية، لا أتحدث عن القايد صالح باش تكون الأمور واضحة، الناس اللي راهم يأيدوا في المؤسسة العسكرية في اعتقادهم من أن المؤسسة العسكرية قامت بدور، ولولا هذه المؤسسة العسكرية هذا الناس اللي راهم دركم في السلطة جماعة نتاع بوتفليقة والمشمشية ما كان يحدث شيء لولا المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي اللي راها حافظة الدماء نتاع الجزائريين، المؤسسة العسكرية راها مع الشعب، وبالتالي الناس تمشي مع المؤسسة العسكرية. أنا عندي رأي مختلف، رأي مختلف. أنا نشوف من أنه الإشراك نتاع المؤسسة العسكرية شيء لابد منه، هذا الأمر مانيش نحكي فيه الآن لما راه وقع، وإنما عندي تصريحات سابقة، بل فيه نداء، نداء القيادات في الجيش على جلباش هذا الناس اللي راهم درك هما وصلوا الى مستوى من الوعي ومن النضج، لا سيما الناس اللي هم درسوا في المدرسة الوطنية، وتحديدا الناس اللي درسوا في الاشبال تاع الثورة، وكنت النادي من اجل على جلباش يوضعوا حد لهذا الفساد، يوضعوا حد لهذا المجرمين، يوضعوا حد لهذا العصابة. كنا نتحدثوا على العصابة قبل ما يحكي عليها واسمه القايد صالح، لما كان القايد صالح يضرب في الترمبيطة بوتفليقة والجماعة نتاعو، كنا نتحدثوا على العصابة، والتسجيلات راها موثقة، والمقالات راها موثقة، والمواقف تاعنا راها موثقة. إذن أنا عندي رأي واحد آخر، دوك المؤسسة نتاع الجيش الآن هي أمام امتحان، مثل ما قلت لكم في التسجيل السابق قبل ما تجي الرسالة نتاع زروال اللي هي فضحت الجنرال توفيق والجماعة اللي كانوا معاه، قلت لكم من أنه راه تمت التنحية نتاع القايد صالح، راه التسجيل منشور في الموقع نتاع اليوتيوب، بإمكانكم هو أنه تعاودوا تراجعوه. وقلت لكم من أنه راه فيه محاولة لإقناع اليمين زروال، وكانوا هذه المجموعة اللي كانوا مع بوتفليقة يعني خوه والجماعة اللي دايرين به كانوا يحوسوا على مخرج مشرف لبوتفليقة. والدليل، دليل الرفض نتاع القايد صالح نتاع هذا المقترح وهاجمهم من خلال القناة نتاع الشروق، هو أنه حدث صراع بيناتهم بعد ما كانوا متوافقين. لو كانوا بقاو هما متوافقين، لو كان مشاو دون هو انه يستقيل، والله يعني الاستقاله نتاعو بوتفليقه، لو كان جاو متوافقين، لو كان ما يعنوش هما النهايه نتاع العهده نتاعو، لو كان بقاو مادام راهم معلنوا على تاجيل الانتخابات يبداو هما يهيئوا لمرحله واحده اخرى. لكن هما لما راحوا على جلباش هما داروا له هذا، خرجوه قالوا ودي انت خلاص، لما هو لحقت له خلاص قال لهم يا صار هكذا، انا اللي كنت نحمي فيكم وانا اللي كنت كذا، الان درك حبيتوا تتخلصوا مني،
ارواحهم مالا درك الان خرج لهم فيما بعد هو طاي طاي، والجماعه اللي كانوا هما يعاونوا فيه كان هذا الطرطاق، الطرطاق الاخر نتاع الحرس الجمهوري فيما بعد شاف روحو باللي راه رايحه تدخل القوه، خاطر ما كان حتى حاجه اخرى تاع الحرس الجمهوري لما شاف باللي القوه راه رايحه تستعمل فيما بعد هو ولا قالوا دي الجماعه هادو تنسحبوا بشروط، فهمت؟ قال تنسحبوا بشروط وتواصلوا مع بعضهم ونهاو المساله. درك الان هما مازالهم يناوروا، مازالهم يناوروا على جال هذه نتاع المجلس الدستوري والبرلمان، وفيه حتى قراءه للاستقاله. قالوا دي هذه راه مش استقاله، هذه راه فقط وش اسمه اعلام المجلس الدستوري باللي العهده نتاع بوتفليقه راه انتهت، وبالتالي يبقاو وكما راكم تشوفوا الصوره نتاعو مازالت في الاجتماعات، يبقاو الى غايه نتاع انهاء العهده نتاعو في التاريخ المحدد. فيما بعد الجماعه هذو نتاع المجلس الدستوري نتاع المجلس الشعبي الوطني ونتاع واش اسمه هذا نتاع مجلس الامه قال لي خليو لهم هذاك الفراغ الدستوري، كي شغل حبوا ينتقموا، قال انتم حبيتوا تنتقموا منا خليكم انتم تروحوا للشعب. ها يا سيدي مادام راكم تعوزوا خلي نروحوا للشعب. دوك هما الان راهم في فخ، هاد المجموعه نتاع الجيش اللي راهم هما مساندين لقايد صالح راهم في فخ، يخرجوا يبانوا باللي راهم داروا انقلاب عسكري، يقعدوا ينتظروا الشعب راهو يضغط، راهو يضغط يطالب بذهاب وش اسمه هذا بن صالح، وراهو يطالب بذهاب نتاع المجلس الشعبي الوطني ونتاع المجلس الدستوري والحكومه، وهما راهم دركا بعد ما لعبوا دور خايفين من جهه من الشعب، وفي نفس الوقت خايفين من الضغوط هذه نتاع الدول لا سيما فرنسا الامريكان الى غير ذلك. دوك حنا في هذا الدور هذا واش لازمنا نديرو؟ اولا لازمنا نفهمو باللي الجيش هذا راهو مستهدف بدون القايد صالح ولا 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 واحد اخر، بدون القايد صالح الجيش نتاعنا مستهدف مهما كانت من نقائص ومهما كانت من اخطاء في الجزائر، الجيش جيشنا، وكما يقولوا في البلاد زيتنا في دقيقنا، ما عندهم مدخلكم فينا، ماناش حابين حنا ندخلوا في مواجهه مع الجيش. ولما رانا نقولوا في هذا الكلام ما راناش نضربوا في الشتاء، هذا الكلام كنا نقولوا فيه لما كان منكم ربما من الناس هذو اللي راهم يتابعوا فينا بالك ما هو فاهم فيها حتى الترن، كنا نتكلموا فيه منذ سنوات، وكان اول عمل اللي بدينا نقوموا به جماعيا بديت فيه انا والاخ شوشان، كنا نوجهوا فيه رسائل للناس داخل الجيش. وبطبيعه الحال انا لما نتكلم في هذا الكلام تسجيلات راها موثقه، مش نتكلم هكذاك برك من راسي، تسجيلات موثقه كيفاش كنت نتكلم معاه، كيفاش كنت نقول له باللي لازمنا نوجهوا فيه رسائل لانه راهم كاين الناس اللي ما مش فاهمين داخل الجيش وحتى الشعب خطر عليه. انا عشت في الجزائر، هو راهو كان في الخارج، خرج في 95 وكان في القياده نتاع كان في الجيش، كان في الجيش، وكاينه بعض الامور اللي احنا كنا عايشين في الجزائر كنا نشوفوا فيها. انا لما خرجت بديت انا نتحدث معاه، تحدثت معاه يعني عشرات وبلك مئات المرات تحدثنا في هذا الموضوع. لا شك هو انه كانت عنده معلومات، لا شك هو انه كان فاهم بعض الامور ربما احسن مني في بعض الامور، ولكن في المقابل انا عشت في الجزائر، فاهم الازمه من الداخل الجزائري، لا سيما بعد ما مشيت مع احمد طلب الابراهيمي في تلك المرحله، وفهمت كثير من الامور، ماشي هكذاك برك، فهمت كثير من الامور من احمد طلب الابراهيمي. بالتالي كنت انا نتواصل انا والاخ شوشان في الحوارات هذيك، وكنا نوجه في رسائل
من أنه فيه ناس وطنيين راهم درسوا في المدرسة الوطنية ما لازمش الناس تعمم، خطر كان فيه خطاب تعميمي، جنرالات جنرالات الجنرالات كان فيه خطاب تعميمي، وقال هذو المخابرات المخابرات المخابرات، احنا كنا نستهدفوا فقط في العصابة، نستهدفوا في العصابة، وكنا نستعملوا في الحوارات هذيك وفي النقاشات، وكل مرة نعطيوهم من خلال الحوارات. ولعلكم راكم تبعتوا الناس اللي راهم تابعوا التسجيلات تاعنا والحوارات تاعنا، وفي بداية الأمر راهو الأخ شوشان راهو مازال حي، وحتى إذا كان ننسى هو راه كل شيء موثق، كل شيء موثق، أنا الكلام تاعي كله موثق، ومشي قال قال ابتزاز والله لا، خطر كنت على بالي بلي راهو يجي النهار وراهو ما على بالكش انت واش راهو راح يكون في الدنيا هذه، الكلام تاعي موثق كله موثق كله موثق. مرات حتى كنت نقول للاخ شوشان في بعض المواضيع كان يتهيب، من بين المواضيع قضيه نتاع غردايا والقضيه نتاع واسمو نتاع تاع بسكر هذاك تاع محمد شعبان ربي يرحم، بدينا العمل بدينا على المنتدى نتاع بلا حدود، كان اول حوار كان مع مرد هنا، وبعد جينا نحلو في السبعه بالحبه، تحاورنا مع واسمو مع المراه الدام مع هشام عبود، وجينا نحلو فيها بالحبه. راني نشفى الكلام تاعي هو انه شوش اسمو هشام عبود ولا فحل يقولها، والله العظيم هي يقول لي هشام عبود الكلام تاعي راه موثق بطبيعه الحال، قلت لكم انا الكلام تاعي الكلام تاعي كله موثق، ومشي موثق من اجل على جال باش انا نستعملو ابتزاز كما كانوا يقولوا البعض، والله لا، وكانوا يستعملوا في هذا الكلام على جال باش يخوفوا الناس مني باش ما يدوروش بيا. انا كنت نوثق في الكلام تاعي اولا من اجل حمايه نفسي، وفي نفس الوقت كنت عارف باللي يجي النهار، يعني من بين الكلام اللي قالوا لي هشام عبود قال لي لو كان تقدر تهدر حسين هارون نستعرف بك، قال لي راهو عنده معلومات وكذا، وهذا جماعه تاع ضباط الاحرار عندهم معلومات وكذا، قلت له هذه عليا انا، هذاك واش اسمه كريم مولاي قال لي اذا كان قدرت تهدر سعيد بن سديرة قال لي راهو عنده زير تاع معلومات، قلت له عليا انا ندبر راسي. المهم شاهد حديث برك على جال القضيه هذه نتاع الجيش، كنا نوجهوا في رسائل لخطر على، وهذه ماشي قال على جال باش حنا نوسيو الناس والله لا، ولا ندعيو في الفهم والله لا، انا عندي قناعه راسخه من انه صارت فيه صراعات داخل الجزائر، وكانوا ناس يدفعوا من اجل على جال باش يقتتل ابناء الوطن من اجل على جال باش هما يستفادوا في النهايه، هذو راهم ابنائنا راهم خاوتنا راهم من عائلاتنا نعرفوا بعضنا البعض، بالتالي احنا كنا نستخدمه في خطاب موضوعي خطاب عقلاني، وكنا نوجه في رسائل مليئة بالوطنية ومليئة بالحب نتاع الجزائر، وكنا ندفعوا من أجل على جيش باش الجزائريين يتصالحوا مع بعضهم البعض إلى غاية نتاع نقولوا لما بدأ يصرع هذا نتاع ما يسمى بالربيع العربي، لما صرع هذا الربيع العربي بديت انا ما نتفاهمش مع شوشان، ولعلكم راكم شفتوه راح مشى مع المجموعه هذوك نتاع ديزنا في مارس تاع صلاح الدين سيد هم كذا، ومن بعد تفرقوا راح دار من بعد واحد المجلس سماه مجلس التقويم الوطني هو وحاسين وسمراوي وكذا، ومن بعد راح، ومن بعد المهم انا بقيت في هذاك العمل اللي انطلقنا فيه
وبقيت في الحوارات عن طريق الإذاعة نتاع وطني ندير في الندوات. ومن بين الحوارات اللي هي طردقت هذه المنظومة اللي كانت موجودة هو الحوار تاع الدول العميقة، حوار تاع الدول العميقة والحوار تاع الزواف. هذا هذوك زوج حوارات وتاع المافيا وحوارات أخرى، حوارات كثيرة، وكانوا ضباط يجيو يشاركوا معنا في الحوارات، وكنت أعرف، وكانوا ضباط كانوا يجيو، والله نعرفهم من رتبة تاع كوموندو والفوق، كانوا يجيو يشاركوا معنا في الحوارات تاع إذاعة وطني، وأنا ما كنتش نقصي في حتى واحد، والحوارات راها موجودة مسجلة موثقة ومنشورة، ما كنتش يعني نقصي في الناس، اللي يجي. وهذا الشيء اللي احنا حققناه من خلال الإذاعة نتاع وطني ومن خلال هذيك الحوارات هو كسر الحواجز النفسية. يعني تخيلوا انتوما كانوا بعض الناس اللي داخل المؤسسة نتاع الجيش ويعني في وسائل الإعلام كانوا غارسين الرعب داخل الشعب، الرعب رعب دايرينه داخل الشعب، إلى درجة هو أنه بمجرد انت تحكي على مدني مزراك او تحكي على عبد الحق العيايده او تحكي على هذو نتاع اللي كانوا هازين السلاح والله والله علي بن حجر والله كذا، كانوا دايرين الرعب غير بمجرد هو انك انت تحكي والله راحت. كنا نكسروا في هذيك الحواجز النفسيه، كنت نهضر معاهم اللي راهو كان في الجبل اللي يجي يتكلم، واللي راهو كان في الجيش يجي يتكلم، اللي راهو ملحد يجي يتكلم، اللي راهو من لافافاس من الارشيدي، حكيت معاهم بالواحد، وكنا نوجهوا في رسائل. نهار اللي جا هذاك الطار بسباس هذاك نتاع الار سي دي هذاك، بعض من الناس كيفاش نتا وهذا راه من الار سي دي وراهو كذا وراه كذا، قلت لهم انا لا مش جزائري، وجزائري وكنت نتكلم معاه وجا مرات ومرات وهو يجي يشارك معنا في الحوارات، كان نائب في البرلمان طار بسباس هذا، وكثيرين تكلمت معاهم بدون اقصاء. وهذيك الحوارات خاطر كاين بعض من الناس اللي هما دوك راهم جاو في 2019 يلا راه دار فيها فوتو في مسيره وحاسبين، والله لولا كسر هذيك الحواجز النفسيه، والله لولا هذاك الوعي اللي منذ سنوات هو الان هذا الوعي هذا وين راه. راك تشوف درك الناس راها تحكي في القنوات الفضائيه في الصحف في كل هذا الوعي الجماعي هذا اللي بدا يتكون، هذا منين جا؟ والحوارات اللي درناها مع شخصيات رحنا ليهم مع بن بيتور، مع بن فليس، وزراء علي بن محمد، وش اسمه، اتصلنا بكثير من الناس راهم مسجلين بالاسماء نتاعهم، علي بن الحاج، اتصلنا بهم يعني تاع لفافاس نتاع لويزا حنون، كثير من الشخصيات اللي اتصلنا بهم والاسماء نتاعهم راها موثقه ومنشوره، رانا تحدثنا عليهم، والكتاب نتاع المصالحه مديناه لهم واحد بواحد، بعثتوه انا شخصيا، طبعته من جيبي وبعثتوه لهم، شخصيات سياسيه من واحد لواحد هكذا. هذا الوعي هذا اللي راهو بدا يتشكل ما جاش غير هكذاك برك، وانا ما رانيش نقول انا، عمل جماعي كل الناس راه مشاركه فيه. حنا درك الان الجيش راهو امام فخ، ما لازمش حنا ندفعوا من اجل تفجير البلاد، وفي نفس الوقت ما لازمناش نطيحوا في الفخ نتاع هذه الدول اللي الان راه هي تحاول على جال باش هي تبتز الجزائر وتزيد هي تضيع فرصه من فرص التغيير. وفي نفس الوقت هذا الشباب اللي كان الى وقت قريب كان مسطول، الى وقت قريب كان مسطول، من بعد الان درك بدا يتكون هذا الوعي وبدات تروح الزطله، كانت الناس يعني الى حد كبير، يعني حد كبير هكذا كانت الناس ما يفهم ما فيها حتى حبه. الان درك السياسه عند العجايز عند الاطفال، صارت الناس كل تحكي في القهاوي في الجوامع في المرشيات في الطرق في الداخل في الخارج،
الناس كل في الاعراس في الجنائز الناس كل صارت تحكي السياسه، هذه ما جاتش غير هكذاك برك. وحتى كاين منهم الناس اللي راهم يسمعوهم في المداخلات ويهزوا في الافكار ويروحوا يحكيوا بها وكانهم ما يعرفوك ولا يسمعوا بك. صحفيين قسما بالله العلي العظيم غير المصحف الشريف، غير كاين منهم اللي يتحدثوا معايا على الخاص، والله منهم اللي ما كان يقدر يكتب حتى تعليق، والان دوك راهم صاروا ابطال على القنوات الفضائيه، ومنهم اللي راهو الان يتبع فيا. إذن الاخوه الجيش الان راهو امام امتحان صعب. انا لحقتني معلومات قبل البارحه من انه هذا واسمه بن صالح راهو راح يعلن على الاستقاله نتاعو، معلومات ماشي تحليل، معلومات قبل البارحه لحقتني معلومات من انه راهو راح يعلن على الاستقاله نتاعو. درك الجيش راهو امام امتحان مثل ما قلت لكم في بدايه المداخله نتاعي، فيه حراك شعبي الان راهو صار يتعاظم يوم بعد يوم، لا سيما هذه الجمعه الاخيره. لعل منكم راهو يتساءل ما سر نتاع تضاعف هذيك الحشود، تضاعف نتاعو جاء بعد ما اعلنوا باللي راهو بوتفليقه خلاص. بالتالي الناس اللي راهم كانوا في الارندي، الناس اللي كانوا مع عمار غول وكانوا مع نتو على فلان، والله كل خرجوا من بعد. الناس كل دوك راه تحوس تدي فوطوات قال اني شاركت في المسيره. لا يهم، معليش انتم راكم جزائريين، وهذا الحراك هو راه حراك جزائري، احنا ماناش لا نؤمن بالاقصاء، لكن فقط كملاحظه راني نسمع مرة على مرة، ومرة حتى بعض الناس هكذا يبعثوا لي بعض التسجيلات، بعض من الناس اللي كانوا هما يلعقوا في الأحذية تحولوا فجأة ويطالب منهم اللي طالبوا بإنزال عقوبة الإعدام ومشانق في الساحات العمومية، وقاعدين هما يستعملوا في بعض الأمور حتى باش يظهروا للناس باللي راهم مع الحراك. لا لا أخويا، احنا ما نحوسوا لا على المشانق ولا نحوسوا على الاعدامات، احنا نحوسوا على جلب باش نبنيو الجزائر، جزائر الجميع. وقعت اخطاء اللي قام بها الجيش، كانت بعض الاخطاء اللي مقبوله، كان اخطاء مقبوله. قال مثلا بعد الخروج نتاع فرنسا عسكريا في بداية نتاع الاستقلال، إذا كان دخل الجيش كان لابد من التدخل نتاع الجيش، لأنه فيه كانت قوة راح تفرض روحها في العاصمة، وكانت فيه حكومة متفق عليها مع فرنسا والاتفاقية نتاع إيفيا، وبالتالي الدخول نتاع الجيش كان اضطراري من أجل حماية الثورة، كان جيش تدخل تاعو اضطراري، لا سيما هو انه ما اتفقوش في المؤتمر تاع طرابلس وخرج بن خدام، ولا سيما هو انه اعلن قرار بعزل هواري بومدين والجماعه اللي معه. بالتالي تدخل تاع الجيش راهو كان اضطراري في تلك المرحله. وفيما بعد ما هما نصبوا بن بله، يا راهو كان معاه فرحات عباس هذاك، رجعوا للكتب نتاعو، كان معاه في تلمسان، وكان يعتقد من انه راح تنوض حرب اهليه، وراح هو ودعم بن بله. فيما بعد حتى الناس اللي كانوا هما معارضين بن بله دخلوا فيما بعد في المجلس التاسيسي هذاك، خاطر كاين بعض من الناس اللي هو ما يقرا ولا يطالع وما هو فاهم فيها حتى حبه، ويجي هو يتكلم لك في كلام هكذاك واسمه. المهم فيما بعد بن بله ربي يرحمه قام ببعض الأخطاء، قام ببعض الأخطاء، منها هو أنه جمع بعض الوزارات إلى غير ذلك، مما مهد على جلبش الجيش يتدخل، وأن الموضوع تاعي هو الجيش، دخل الجيش. درك الجيش هو راهو ساير مرحلة، وفيما بعد راهو دفع الثمن بومدين، بومدين اغتالوه،
اغتالوه عن طريق السم وعن طريق واحد من العملاء اللي كانوا قراب ليه. المهم اغتالوه. ثم بعد دخل الجيش، دخل الجيش من أجل حماية الجزائر، وجابوا الشاذلي بن جديد لأنه في تلك المرحلة كان إلى حد ما فيه تنافس بين محمد صالح يحيوي، كون هو أنه كان هو الأمين العام أعتقد نتاع جبهة التحرير، وبوتفليقة اللي كان هو من المقربين نتاع بومتين. وفيما بعد دخل الجناح هذا نتاع المخابرات اللي كان يمثلوا واش اسمه قصدي مرباح، وجابوا الشاذلي. وكان من في تلك المرحلة كانوا ناس يعني نتاع تحالفات من بكري، والآن نفس الشيء، راهو التاريخ يعاد بعناوين مختلفة. دوك كاين الناس اللي هما دخلوا في تلك المرحلة وبداو يوسوسوا للشاذلي من أجل يعني إزاحة بعض الضباط اللي هما كانوا يشكلوا عليهم خطر، من بينهم قصدي مرباح. وفيما بعد لحقوا إلى درجة وين أنه صاروا يتحكموا في وزارة الدفاع، وأقصوا جنرال بلوصيف وسوسوا للشاذلي وخلقوا معاه مشاكل. ولما نتحدث في هذا الكلام في تلك المرحلة، وراني قلتها في وقت سابق وحتى كتبتها، في تلك المرحلة 85 هكذاك 86 كنت في الجيش أنا يعني ندير في الخدمة العسكرية، جاولينا للثكنة هذيك من كنت أنا وحدثونا على بلوصيف، قالوا لنا باللي راهو سرق وراهو متواطئ مع المرأة نتاع الشاذلي وإلى غير ذلك، والجيش راهو راح ياخذ يعني تدابير. وحنا ما كناش في تلك المرحلة ما كناش فاهمين هذا الصراعات هذه، ما كناش على بال. مع الوقت من خلال جمع المعطيات هذه، أنا نسمع للناس ونجمع في المعلومات، والوعي هذا ما جاش غير هكذاك برك، يعني من خلال المطالعة ومن خلال الاحتكاك بالناس ومن خلال السماع للناس ومن خلال يعني بحث ومن خلال يعني معلومات وكذا لحقت لهذه القناعة. المهم فيما بعد لما الشاذلي هو حب باش يروح للانتخابات حرة وكذا، فيما بعد هذا الناس راح تضرر المصالح نتاعهم ودخلوا البلاد في الحيط، استعملوا الفيس استعملوه. وللأسف الشديد في تلك المرحلة يعني في البداية أنا كنت معارض من الأول، ماشي في 2019 لما داروا التعددية الحزبية كنت معارض، ومن قبل ما كنتش منخرط في حتى حزب من قبل وكنت معارض. الناس اللي درسوا معايا في بوسعادة راهم يشفوا نهار درنا الإضراب، راهم يشفوا وراهم يعرفوا شكون اللي كان بالإضراب في بوسعادة قبل الأحداث نتاع 88، رانا درنا إضراب ثم قبل الأحداث نتاع 88 ودرت إضراب وأنا صغير بالك في عمري 15 سنة ولا 16 سنة، درنا إضراب لمدة أسبوع في الدشرة نتاعنا، كنا نطالبوا بالكهرباء في تلك المرحلة والطريق ومركز ثقافي في تلك المرحلة في بداية نتاع الثمانينات. والله منذ الصغر وانا متمرد ماشي حاجة جديدة. المهم درك هذا القيادة نتاع الجيش هذه لما هما داروا الانقلاب نتاع الشاذلي جابوا فيما بعد بوضياف، وفيما بعد هما اللي اغتالوه، فيما بعد هما اللي جابوا زروال، وفيما بعد هما اللي دفعوه على جال باش يستقيل، فيما بعد جابوا بوتفليقة. والان الجيش راهو امام امتحان، وراهو الوضع يشبه البداية نتاع 92، راهو الوضع يشبه الى حد ما 92. حنا درك على جال باش نخرجوا من هذه الورطة، لا سيما وهو الان فيه حراك شعبي ماشي كيما 92 ولو انه كاين فيه حراك، ولكن كان للجبهة الإسلامية، كان يعني عنده التوجه الإسلامي. الآن راه موجود العلماني، موجود الديمقراطي، موجود الإسلامي، موجود الناس كلها راها برا، وما كانش هذاك التصنيف اللي كان موجود. كاين ناس اللي راهم حابين هما مرة على مرة
يدفعوا ناس على جلب باش يعطيو صبغه قال بلي هم الاسلاميين. وللاسف الشديد انا قلتها في يعني مداخلات سابقه وقلتها في كتابات ومازالني مقتنع، مرات هاد الاسلاميين هادو هما يعطيو كادوات للنظام، مرات لما يكون النظام راه مخنوق هما يخرجوهم، خرجوا لك علي بالحاج، يخرجوا لك جاب الله، يخرجوا لك هكذا. وحتى انه مرات هما لما شافوهم باللي هما قابلين على جال باش يعني ياكلوا الطعم هذاك صاروا هما يبتزوهم، وصاروا هما انه مره على مره يبعثوا لهم. نعطيكم كمثال، ليامات اللي فاتوا خرجوا بنت هكذا في القضيه هذيك نتاع الفيمينيست هذوك، شكون هما الاولين اللي يخرجوا؟ يخرجوا هما هذو اللي عندهم توجه اسلامي، واحد يحرقها بلاصيد وواحد يدير لها كذا وكذا. ومن بعد خاطر كاين بعض الناس الشباب اللي ما على بالهمش لما انت تحكي على القضيه هذه، وحتى مرات ربما يكونوا ناس مكلفين بمهمه، واش رايح تتذكر؟ رايح تتذكر انت بدايه نتاع التسعينات نتاع قال مراه راهم داروا لها لاسيد، وحده يلبسوا لها الحجاب بالذراع، وواحد يحشلوا نيفو لانه راه يشم والله يتكيف. ومن بعد قال وحتى هو انه ناس اللي راهم درك هما في بعض الخطابات اللي هما يلعبوا في دور معارضه، ما عندهم حتى علاقه بالمعارضه، يلعبوا في الدور، وقال لازم يتحاسبوا، لازم يتعذبوا، لازم هذو كذا ولازم كذا، على جال باش يدفعوهم ويخوفوهم هاد الناس اللي راهم في السلطه باش هما يتجمعوا بعد ما راهم كانوا دوك. راهو قال مثلا حدث انفصال بيناتهم، يحاولوا يجمعوهم، قال ودي البلاد راها في خطر وراها كذا وراها كذا وراها فرصه، راكم لا خليتوها راحت البلاد، راها خلات البلاد، وبالتالي يلا لازم يدفعوهم على جال باش يتوحدوا مع بعضهم على رؤوس الشعب باستخدام الاغبياء والحمقى والمغفلين. لذلك الاخوه والاخوات درك كاين الناس اللي راهم هما درك مثل ما قلت في المداخله نتاعي راهم قابلين هما بتدخل الجيش، بان الجيش هذا راه تدخل في الوقت المناسب، ولكن ما مش فاهمين الجيش. راني قلت لكم هذا القايد صالح تدخل لانه نحاوه، ولكن خلينا احنا درك من الماضي، احنا الان امام حاضر. هاد الجماعه نتاع الجيش انتم درك الان امامكم فرصه تاريخيه، لازمكم تمشيوا في التوجه وفي الاطار الصحيح. اذا مشيتوا في الاطار الصحيح راكم تلقاونا سند لكم، وانا في هذا الباب اوجه نداء ونسمي الاسماء بالمسميات نتاعها باش ما يبقاش الكلام تاعي زيتوت راك تسمع فيا، شوشان راك تسمع فيا، مراد الدهينة راك تسمع فيا، وكثير من النشطاء اللي راهم موجودين في الخارج كلكم مهما كانت الخلفية نتاعكم، هشام عبود، حسين هارون، مهما كانت الخلفية نتاعكم، انتم اللي راكم موجودين في الخارج، انور هدام في الامريكان، وكثير كاين من النشطاء نتاع ليو هذاك الهواري عدي هذاك ولا واش يقولوا له، كثير من النشطاء اللي راكم موجودين، سمير حشيشة من الناس اللي كنتوا في وقت سابق كنا نتواصلوا كنا كذا، كثير من النشطاء اللي راهم موجودين في الخارج، جمال الدين بن شنوف، كلكم الناس اللي راهم موجودين في الخارج اللي كانوا منذ سنوات هما ينشطوا مهما كانت الاختلافات بيناتنا. هذه فرصة أولا على جال باش حنا نمنعوا هذه الدول باش تدخل في الشأن الجزائري. كيفاش ندير؟ أنا أطلب من كل الإخوة في فرنسا، في سويسرا، في بريطانيا، في كندا، في أمريكا، في أستراليا، أينما كنتم في الدول هذه نتاع أوروبا نتاع آسيا أستراليا، هو أنه خاصة من الناس اللي عندهم جمعيات، افتحوا دي ديبا بيبليك، وشاركوا الناس نتوعهم مش الجزائريين، شاركوا الناس نتوعهم. قال مثلا في فرنسا
شاركوا فرنسيين في دي ديبات بيبليك، وقال حنا رانا نحوزوا على جال باش نديروا جمهوريه جديده في الجزائر. دي ديبات بيبليك، ناس تشارك في لي ديبات بدل من انه الناس تخرج وترد في هذيك الاهازيج والاغاني. معليش اسيدي يكونوا ناس يديروا امبيونس مش مشكله، ولكن بطرق ذكيه. انا هذا هو الشيء اللي كنت نتحدث فيه منذ البدايه. انا ما نحبش هذيك الفوضى والعياط، كل واحد يعيط واحد ما يسمع الواحد، ومن بعد تخرج الناس هكذاك وقعدت الناس تنتظر في النتيجه. ما كان حتى نتيجه، لازم يكون حراك واعي. الناس اللي راهم درك هما موجودين في الخارج، قال مثلا سويسرا اخرج اخويا عباس عروه، اخرج مراد دهينا، وخرجوا الاطارات هذول والله الكفاءات هذول اللي راهم معكم خرجوهم. تعرفوا ناس قال من مثلا من سويسرا، شوفوا ناس، استهدفوا ناس معينين من المثقفين اللي راهم في سويسرا ونظموا حراك في سويسرا. قال اروح نديرو دي ديبا بيبليك، ديبا. قال احنا هاو الموقف نتاعنا، رانا حابين على جال باش الجزائر هاي تخرج وهاي كذا وهاي كذا وهاي كذا، نخرجوا من هذا المأزق هذا، ورانا نطالب على جال باش الحكومة السويسرية باش ما تدخلش في الشأن الجزائري. رانا واعيين، ما راناش إقصائيين، ما راناش نحوسوا ننتقموا، ما راناش نحوسوا ندخلوا في الشؤون تاع الدول، رانا نحوسوا فقط هو انو نبنيو البلدان نتوعنا. يشاركوا فيه مغاربة مش مشكلة، يشاركوا التوانسة ما عندناش مشكلة، نحوسوا على جال باش ننهضوا بالبلاد نتاعنا. هذا مكان حاوزوا نديروا مستشفيات. خطاب ذكي، ماشي هذاك نتاع التبلبيل ونتاع تاع نحيوكم الفرنسي ونحيوكم ديك ونحيوكم ديك. هذا كله راهو يخدم في هذه العصابات. قال ها وراهو كاين انقلاب، وراه كاين كذا، وراهو كاين كذا، هذو هم يضطهدوا في الفرنكوفونيين كيما راهم هذوك الحيوانات هذوك اللي راهم دايرين رواحهم باللي راهم يدافعوا الشخصيه الوطنيه. انتم راكم تدزوا في البلاد، تدزوا فيها الهاويه. ما لناش ضد، ارواح تكلم بالفرنسيه على راك، دير بوندرول بالفرنسيه ما عندناش مشكله، ارواح ديبا بيبليك. فهمت؟ قال احنا من الرسائل نتاعك بذكاء، قال احنا رانا نحوسوا نديروا مستشفى كيما فال دو غراس، رانا حابين نديروه في الجزائر. اوكي، حابين الرئيس نتاعنا يداوي في الجزائر. قال في سويسرا، قال احنا رانا حابين نديرو جاردا اونغليز نديروها في الجزائر. فهمت؟ حابين نديرو جاردا اونغليز في الجزائر. قال في الماريكان، قال احنا رانا حابين نديرو كاليفورنيا في الجزائر. فهمت؟ في كندا، قال احنا رانا حابين نديرو الشلالات هذيك حابين نديروها في الجزائر. وهكذا خطاب ذكي. ويجيو ناس ثم يحضروا في هذيك التجمعات وفي هذيك الحوارات المفتوحة، وأيضا نعبروا بطرق مختلفة. أنا المرة اللي فاتت اقترحت على جال باش ماذا بيا إذا كان إخوة راهم يسمعوا فيا في سويسرا وفي باريس. في سويسرا خير ما عندكم الباطوات هذوك ثم في جنيف، بدل من أنو ديروا نتوما تجمعات هذيك وتخرج الناس، تخرج الناس في باطو وديروا ديبا يديروها عن طريق الباطو بطرق ذكية وتكون بنقل مباشرة. الآن موجود الفيسبوك وموجود اليوتيوب، نفس الشيء في لاسان في باريس، نفس الشيء. وأنا اقترحتها وما زلني ننشط لها، راني نتصل بعض الإخوة هنا في تولوز وإن شاء الله نديروها. يكون هذا الحراك بشكل واعي، أولا من جهة نخفوا الضغط على الاخوه اللي راهم موجودين في المؤسسه نتاع الجيش. انا نتحدث على القايد صالح، نخفوا الضغط على الناس اللي راهم في المؤسسه نتاع الجيش، وحتى هاد الناس اللي راهم دوكما خايفين من الانتقام ماناش حابين ننتقموا هنا، بالعكس نحن نريد التاسيس لدوله واحده اخرى. ما تقدرش انت، الناس مارست عليك التهميش ومارست عليك الاقصاء وظلماتك وحقراتك وهمشاتك وكذا وكذا وكذا، ومن بعد انت تجي تنتقم. واش هو الشيء اللي راك راح تغيره انت؟ هذا اللي نهار ما نضلوش في حياته
نهار نهار ما نهضروش في حياته، ويجي هو فقط شارك في تجمع دار لك صورة، يجي يقول لك انت فاتك الوقت. هذا واش من خير فيه؟ واش من خير فيه؟ هذا اللي دوك يجي انت يقول لك انت مصطفى بوشاشي هذا انا ما نقبلوش، ويقول لك انا هذا كريم طابو ما نقبلوش. شكون اللي كلفك انت؟ من تمثل انت؟ شكون تمثل انت باش انت ما تقبلش كريم طابو ولا ما تقبلش انت بوشاشي؟ شكون انت؟ من تكون؟ كاش واحد كلفك؟ هل ترى جرات الانتخابات وراك انت يا ممثل نتاع شعب باش انت تتكلم باسم الشعب؟ وصاروا يصنعوا في بطولات الناس يجيبوا فيهم في قنوات فضائيه، واحد حياته كامل هو يناظر، حياته كامل هو يناظر، ما كانش ما تجبدوش بربع كلمه. وواحد قال مقوله ان حيكم كاع القنوات الفضائيه كل جي فيه، ثم ينتظر منكم الخير، ثم تحوزوا الخير للبلاد. واحد بكى ها هو قال مانيش عارف انا وسوريا، بكى والقنوات تجي فيه، والناس اللي ماتوا تحت التعذيب، والناس اللي مختطفين، والناس اللي لاجئين، واحد ما وسنا بجدر، ثم تحوزوا الخير للبلاد. إذن إخوة الأخوات، نحن لا نريد الإقصاء، بالعكس نحن نريد الاعتراف بفضل الرجال. إذا كان هذا الحراك راه موجود فهو نتيجة تاع تراكمات تاع تضحيات. حتى هذ الناس اللي راه ندرك هما في السلطة، رغم الفساد نتاعهم ورغم النقائص اللي موجودة، ولكن لا تستطيع هو أنه تقول باللي ما كان والو فيه طرقات، ولو انه ما راهيش موجوده هذه الطرقات بشكل مقبول. كاين بعض الناس لما نبدا نتكلم انا في هذا الكلام يقول لك انت راك تضرب في الشتاء، لازمك تفرق يا راسل بين الموضوعيه وبين الشتاء، لازمك تفرق بين الاقصاء وبين الانتقاد. ننتقد انا شخص، انا لست منافق، ننتقد شخص ننتقده في السلوك نتاعه، ننتقده ولكن لا أقصيه. أنتقد كريم طابو ولكن لا أقصيه، أنتقد شوشان ولا أقصيه، أنتقد بوشاشي ولا أقصيه. لازمك تفرق بين الانتقاد وبين الإقصاء، وتفرق بين الموضوعية والشتاء. موضوعي هو أنك لما تكون حاجة إيجابية تقول كاين حاجة إيجابية، لكن الشيات هو راهو يضرب فيها والدخان راهو طالع مثل ما كانوا اسمه، البلاد راه راح الهاويه، هو راه يضرب في الشتاء. حنا ماناش من النوع هذاك، حنا نتكلموا بموضوعيه ونتكلموا في اشياء من اجل المصلحه نتاع البلاد. دوك انا لما نتحدث انا في هذا الكلام هو من اجل مصلحه البلاد، لازمك تخدم الراس نتاعك، لانك لما انت تبدا تقصي وتبدا انت تهمش، يا اول الناس راهم رايحين هما ينوضوا لك، ما يبقاوش ينتظروا فيك. كيفاش انا اللي عندي انا 18 سنه ما روحتش للبلاد، انا اللي كنت نتكلم يا ايها الجبان، كنت نتكلم على طرطاق وعلى توفيق وعلى لاكل، اللي نهار اللي انت ما كنتش تخرج الوجه نتاعك دوك تجي تقول لي انت بلي وفاتك الوقت. انا راح نمشي معاك، من نمشيش معاك تجي تهضر معايا نقول لك مشي ديكاج، مشي تلعب على روحك. كاين الناس اللي انا كنت نتكلم معاهم ما يقدرش حتى يكتب لي ميساج على الخاص، ميساج ما يقدرش يكتبه، ودرك الان راه في قنوات فضائيه ويتكلم وراهو مانيش عارف واش زعيم كبير. انا نثق فيك ما نثقش فيك، غدوه لو كان تجي تهضر معايا نقول لك مشي تلعب على روحك، ما نثقش فيك. أنا نثق في الناس اللي كانوا هما مناضلين، اللي هما هذا انت موقف برك، ما كان والو، ما عندك لا قوة ولا والو، ما عندك والو، تا غدوة توصل للسلطة واش راح دير؟ ياك أكثر من سعيد بوتفليقة. ما هو الفرق بين هذا هذا بوتفليقة راهو دار بن صالح، هاي بوتفليقة راهو دار بن صالح، ودوك راهم كاين بعض من الناس راهم يدفعوا
على جال باش هذا القايد صالح يدير ولد بلادو واسمه هذاك جوجيل. هذاك ما هو الفرق بينك وبينه؟ هذاك دار بن صالح وانت درت جوجيل، شو هو الفرق؟ حنا نحاولوا نخرجوا من هذه العقليه. هذا الانسان اللي هو راه يشارك في حراك في تجمع ولا في مسيره وبدا هو يقصي في الناس، هذا غدوه يوصل للسلطه واش راح يدير؟ لذلك الاخوه والاخوات هذه المساله لازم تكون واضحه للجميع. نحن لا نريد الاقصاء، لا نريد التهميش، لا نريد تصفيه الحسابات، نريد فقط بناء جزائر جديده بعقول متنوره بوجوه لائقة ومقبولة، نبنيوها بالكفاءة، نبنيوها بالنزاهة، نبنيوها بالأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم من النهار اللي دخل هو فاتح، من أعظم منا من رسول الله؟ شكون أعظم فينا في رسول الله؟ من أحسن منا أخلاقا من رسول الله؟ مشي تقولون أنتم مسلمين، واش هي القدوة نتاعكم؟ النهار اللي جا داخل واش قال؟ يعني ترى هو انتقم من الناس، يعني ترى عذب الناس، يعني ترى ذبح الناس. ما الذي فعله الرسول؟ قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، من منطلق قوة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن احنا في وضع واحد آخر. نحن الآن في 2019، وحتى الناس اللي راهم دركم موجودين في السلطة هما ليسوا مثل الكفار نتاع قريش. لكن احنا ما لازمناش نعطيهم الفرصه على جال باش هما يستعملوها. ما نعطيوش الفرصه لهذه الدول اللي راها هي تطمع في الجزائر. ما لازمناش ايضا نعطيو فرصه حتى لهاد الناس اللي راهم قلبك هما في المؤسسه نتاع الجيش باش يستعملوا هذه المساله هذه نتاع قال هاي الناس راهم مش متفاهمين في بعضهم، وهاي عربي وهاي قبيلي، قال لابد من تدخل الجيش. ما لازمش نعطيهم الفرصه هذه، فرصة تاريخية أمامكم. الناس اللي راهم داخل الجيش، هذ الناس المعارضين، هذ الناس الشباب هذو أيضا اللي هما ما عندهمش تجارب سياسية وكذا، فرصة تاريخية من أجل على الجل باش ننتقل إلى وضع واحد آخر. وهذه فرصة. إذا الإخوة والأخوات اللي راكم موجودين في الخارج، راني عطيت أسماء، ماذا بكم على جل باش تقوموا يعني باقتراحات تجمعات وتأطروا هذا الحراك في الخارج من خلال حوارات مفتوحة. قال مثلا احنا هنا في تولوز، انا نطلب من الاخوة اللي راهم يتبعوا فيا اذا كان راهم موجودين هنا في تولوز، على جال باش نعاودوا نتواصلوا ونديروا دي ديباب بيبليك، يجيو ناس يتقنون الفرنسية ويجيو ناس من 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 فرنسا ونتصلوا بناس ونقدروا حتى نديروا نشاطات. معذرة، نقدروا نديروا نشاطات، نشاطات مختلفة، مش بالضرورة هو أنت تدير أنت، نقدروا نديروا نشاطات مختلفة، زيارات إلى غير ذلك. ومن بعد نديروا قال مثلا كيما باربيكيو هذاك، فهمت؟ باربيكيو جيب أصدقاء هكذا قال منا وتلاقى الناس تما، وتكون كيما قال مثلا فرقة موسيقية ولا ما على باليش أنا تغني شعبي ولا كذا، ويعني حاجة قال مثلا في كاش اسباس فير ولا، وتناقش الناس. اخوان اللي راكم في لندن قادرين ديروها، جيبوا مثلا جماعه نتاع انجليز ولا، فيك مساحه من ثم فيها باربيكيو ولا وقصره، وتناقش الناس على جال باش تمد رساله. وحتى من بعد ننقلوا هذا الحراك اللي راه موجود في الجزائر، ننقلوه للخارج، ننقلوه للخارج على جال اولا نعطيه صوره قال بلي هاد الناس راهم مثقفين وراهم فاهمين. باش دي نجيبو جماعة تاع لي جيلي جون، لي جيلي جون قال ارواح شارك معنا في ديبا، ثم بدل من انك تروح انت تكسر الشونزيليزي، ارواح اسيدي دير معنا عقال شوية، ارواح دير معنا شوية تاع بوليتيك، ارواح هضر معنا وتكلم ودير اسيدي رسالة نتاعك بطريقة سلمية، طريقة حضارية كيما كان يقولها اسمو الكاس، ارواح دون العياط بطريقة ذكية على جال باش انت تمرر رسائل ذكية وتخاطب انت السلطات وتنقل الوعي هذاك اللي راه موجود
في اوساط واحد اخرى، الناس اللي راهم يحسبوك انت بلي راك ما فيها والو، وراك انت مريض، وراك انت متاخر، وراك انت متخلف كذا، تصير انت تنقل في افكار تبين يا سيدي. مره قال جماعه، قال في الانجليز في فرنسا شوفوا كاش حي ولا هذيك، قال مثلا شونزيليزي ديروا حمله تاع تنظيف، فهمت؟ شونزيليزي حمله، قال اليوم رانا حابين نديروا تطوع، نظفوا ثم في شونزيليزي. رساله ذكيه، وتعطي بها دفع واحد اخر للحركه هذاك، فهمت؟ قال هاكم تشوفوا انتم اللي راكم حابين توسخونا وانتم كذا، هاو هنا جينا باش ننظفوا لكم، هاو الحركه تاعنا هنا، حركه واعي، ديرها في الانجليز، ديرها في كندا، في امريكا، في استراليا، وهكذا. افكار، ثوره نتاع افكار، ثوره نتاع وعي، ماشي نتاع دربوكه تاع عياط 1 2 3 مليحه بصح في وقتها. تراك الان دول راه اطماع وكذا، انت تروح انت تمشي لي في الخط نتاعهم، لازمك تكون انت تستعمل الافكار من اجل على جلب باش انت تقوم. دوك الان نجي، اذا راني تكلمت عن المؤسسه نتاع الجيش، راكم الان امام امتحان تاخذوا القرار الصعب. انا من رايي راح الان نقدم لكم اقتراحات. راني كنت قبيل كتبت تعليق، لربما راه فيه اخوه راهم تابعوا التعليق تاعي، كتبته على الصفحه تاعي، نزيد نعاودوا الان نقترحوا عليكم. درك هذا الشعب هذا اللي راه خرج، على واش خرج؟ خرج يطالب من اجل علاجات باش قال باسطة، نحوسوا على تغيير حقيقي. هذه انت تجيب لي انت دوك، كاين ناس اللي راهم درك هما خايفين، يقول لك فيه يا سيدي فارغ دستوري، والفارغ الدستوري هذا راه يقودنا للفوضى. علاه يقودك الفوضى اخويا؟ علاه راه بوتفليقة ندير واحد في بلاصتو، علاش يقودك الفوضى؟ مؤسسة نتاع الجيش راها تخدم، الشرطة راها تخدم، وسمو تغيير احنا اللي نحوسوا عليه، تغيير تاع السلوك، تغيير العقليات، تغيير مفاهيم. لما انت دوك تجيب لي رئيس حكومة ولد فاميلة، ووزراء ولد فاميلة، وعندهم كفاءة، وناس نزهاء، وناس عندهم أخلاق، فيما بعد التغيير هذا كيجي. تغيير ماشي بالقوانين، تروح دير لي انت قوانين هاك ما تشوف وراني قلتها، ومش نتكلم على نفسي، نتكلم نجيب امثله من الواقع. وريو لي قانون ولا ماده في الدستور اللي تمنعني انا من دخول الجزائر، لا توجد. ولكن فيه تعسف في السلطه، فيه حقارين. لذلك القضيه هي ليست قضيه نتاع قوانين ولا نتاع دستور. بعض من الناس اللي راهم درك هما ينتظروا، ودوك لقيت واسمو هذا بن صالح يدير الاستقاله نتاعو، ومن بعد شكون اللي راه يخلفو، ومن بعد الماده من الدستور، وسبعه وثمانيه ومئه واثنين. قضيه ليست قضيه نتاع الدستور، بدليل هو انه بوتفليقه نفسه عدل الدستور، هو بنفسه عدل الدستور اكثر من مره. قضيتنا ليست مع الدستور، حتى القوانين اللي ساغوها لم يجسدوها على امر الواقع. تروح انت تقرا الدستور تلقى فيه مواد، والكلام هذا ماناش نقولوا فيه الان، ماناش نقول فيه الان، روحوا ادخلوا الموقع نتاع اليوتيوب، اكتبوا نور الدين خبابة، ادخلوا للصفحه نتاعي واكتبوا الدستور في الجزائر. تحدثنا عليه عنده 5 سنين ولا 6 سنين، انا ما نستناش حتى 2019 حتى نتوقع باش نبدا نهضر عليها. حكينا عليها عندها سنوات، روحوا عاودوا سمعوه. حكينا على الانتخابات الرئاسية عندها سنوات، روحوا عاودوا سمعوا. ماشي الآن حتى 2019 باش نبدا نحكي. إذن القضية هي لا تتعلق بالدستور، قضية سياسية. راني قلت لكم بلي المؤسسة نتاع الجيش متورطة، ماشي من الآن، منذ 1962. والجمهورية لم تؤسس على أساس صحيح، بدليل هاي مازالت الناس الآن تحكي عن الأول نوفمبر، ولازمنا نديرو دولة مثل ما قالها أول نوفمبر. واش معناتها؟ معناتها باللي الجمهورية لم تؤسس على أساس صحيح. حنا الآن
نحوسوا نأسسوا الجمهورية جديدة. هذه الجمهورية الجديدة لا يؤسسها شخص ولا مجموعة أشخاص، وإنما الشعب كامل يشارك فيها دون إقصاء، دون تهميش، دون تصفية حسابات، دون عنطريات، دون فانتازيات. الناس كلها تشارك. أنا أقترح القيادة نتاع الجيش يقدم الاستقالة نتاع هذا بن صالح، ونتاع المجلس الشعبي الوطني، ونتاع المجلس الدستوري، وراه الآن الأمر في يديكم مثل ما هو في 92 قال يجي هذا واسمه الآخر هذا القايد صالح، ونتاع الأمن ونتاع الحكومة ونتاع كذا، ويندار هذا المجلس نتاع الأمن ويكونوا شخصيات. أنا نعطيكم أسماء باش ما نضرش داخل في التناقضات، وبدون ما نضل يعني نزيد ناخذ من وقت الناس. نعطيكم أسماء ولازم الناس تفهم باللي هذه الأسماء اللي أنا نقترحهم هذو مش قرآن. نقدم أسماء كاقتراح لحل فيما بعد يحدث فيه نقاش، ما عنديش مشكلة. أنا دوك من بعد نفتح لكم المجال وعبروا وتكلموا بكل حرية ومعذرة إلا كان خذيت من وقتكم. عارف باللي راهم كاين بعض الإخوة اللي راهم في كندا وفي أمريكا راهو الوقت يساعدهم، ولكن الناس اللي راهم في الجزائر عارف باللي راه وقت متأخر، لكن أنا نحوس على جال باش نتحدث في هذا الموضوع لأنه كنت لاتي مع الكتاب، راني كملته وإن شاء الله الأسبوع هذا القادم هذا في الأسبوع هذا إن شاء الله يصدر. إذن الأشخاص اللي أنا نقترحهم وعلاش أنا نقترحهم، أول شيء هو لازمنا نشوفوا التوازنات. ما زالت عندنا العقلية تاع عربي وقبائلي وشاوي ومزابي ما زالت موجودة. أيضا هذ الأشخاص اللي لازم إحنا نقدموهم هذو ما يترشحوش غدوة قال مثلا في انتخابات رئاسية، ما يترشحوش. قادرين درك مثلا الناس اللي أنا ما نتكلمش عليهم قادرين انتم تقترحوهم يكونوا في حكومة، او قادرين هما يبانوا فيما بعد قال مثلا في انتخابات رئاسية او في برلمان. يعني اذا كان ما اقترحتهمش انا الان صافي با دير باللي خلاص عندهم فرص واحد اخرى، لكن هذو اللي انا راح نتحدث عليهم هما الاقتراح نتاع مرحلة انتقالية. علاش المرحلة الانتقالية؟ كاين بعض من الناس اللي ما مش حابينها، سواء هذ الناس راه منهم اللي راهو في السلطة او من الناس لعامة الناس، ويعتقدوا من انه هذه المرحلة الانتقالية راها رايحة تضيع عليهم فرصة، وراها رايحة تدخل البلاد في 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 حيط، وراها كذا، وهذ الناس راهم يلعبوا فيها، وهذه راها فكرة نتاع الدولة العميقة. كان منهم قبل عام ما يسمعش بهذه كلمة الدولة العميقة، ما يعرفهاش كلمة برك، مصطلح تاع الدولة العميقة ما يعرفهاش، ولوك يجي ما هو فاهم فيها التحبة ويجي يعطى. هاد الناس اللي راهم يحوسوا على الانتخابات هادو ماشي يحوسوا على الحل. لازم تفهموا باللي الجزائر راها فيها عدة مشاكل. عندنا فتنة عمياء فيها أكثر من 200,000 قتيل، عندنا مختطفين، عندنا مشاكل مختلفة، عندنا أزمات مختلفة، بطالة، العنوسة، مخدرات، رشوة، فساد، إدارة، مواضيع كثيرة. وحنا ما نقدروش نحلوا هذه المشاكل بين عشية وضحاها، لازم لنا مرحلة. أول شيء لازم لنا مرحلة نتاع إعادة تأهيل. واحد لما يروح مثلا هو يدير له عملية جراحية، خي لازم له وقت، والله لازم له وقت نتاع شهر شهرين ثلاثة شهور ربع شهور، يدير له لاليديكاسيون هذيك، لازم له يروبوزي ويرتاح شوية ومن بعد يعاود ينوض. نفس الشيء احنا الان رانا رايحين نديرو جمهورية جديدة، بالتالي انت راك راح تنتقل من مرحلة الف الى مرحلة نتاع باء، لازمك تمر بمرحلة. هذه مرحلة مؤقتة على جال باش انت تبني هذه الجمهورية على اساس صحيح. اذا كان انت راح درت انتخابات راح تجيب رئيس، الرئيس هذاك راه راح يستهدف، قادرين يقتلوه او قادر يموت، ومن بعد تزيد
تقعد انت في التضييع انت الاوقات. حنا نحوسو نقولو باسطا خلاص، لازم الناس تقعد على الطاوله تاع الحوار. انا اقترح مجموعه من الاشخاص، لازمكم تعرفوا باللي هذه راها مرحله خطيره ومرحله اسيره، وبالتالي لابد لها من اشخاص. رئيس اللي انا نقترحه، لازمكم تعرفوا باللي ماناش في وضع طبيعي. في الوضع الطبيعي راهم يجيو الناس الشباب ويجيو الناس اللي عندهم شهادات وكذا. احنا الان الناس لازم يكونوا يعرفوا السياسه ويمارسوها، وناس اللي هما مناضلين، وناس اللي هما يحميوا اولا هذا الحراك ويمنعوا الجزائر من الاطماع الخارجيه الى غير ذلك، وتكون عندهم علاقات الى غير ذلك. شوف انا نقترح لكم رئاسه نتاع 5 أو 6 من الناس، ومن بعد حكومة، ومن بعد مؤتمر. الرئاسة أقترح هو أنه يكون الرئيس أحمد طالب الإبراهيمي، موش زروال، أحمد طالب الإبراهيمي. زروال راهم جابوه في بداية التسعينات، والنهار اللي دفعوه دار الاستقالة وراح. اقترح أحمد طالب الإبراهيمي ومعاه ناس من الخارج وناس من الداخل. نقترح هو أنه يكون شوشان من الخارج، وعباس عروة، وفي الداخل كريم طابو، وهذيك سليمة غزالي بحكم هو أنهم مناضلين ويمثلوا إلى حد ما منطقة تاع القبائل، كانوا مناضلين في لفافاس في زوج. أحمد شوشان بحكم هو أنه كان عسكري، في نفس الوقت راهو من الجنوب. أحمد طالب راهو محسوب على الناس اللي راهم كانوا إلى حد ما في النظام، عنده علاقات داخل النظام، عنده علاقات مع الدول الخليج، عنده علاقات بحكم هو أنه كان وزير خارجية وسير ويعرف، وما راهوش راح يترشح، هو راهو راح يقود مرحله نتفقوا عليها، مش مشكله، عام عامين، مرحله اللي تكون هي نتاع التاسيس تاع الجمهوريه الجديده. ومعهم نقولوا مثلا كاين بعض الناس اقترحوا لي هذاك فارس مزدور، ولا انا ما نعرفوش مليح، نعرفه من خلال هكذا مداخلات ولا ما نعرفوش، لكن معليش ما مش مشكله. ونقترح يكون مع احمد طالب ابراهيمي بن يلس بحكم هو انه عسكري يعني جنرال، وايضا تسمى اللي طمأنت الناس داخل الجيش. يبقى درك الحكومه، اقترح هو انه يكون مولود حمروش بحكم هو انه كان في وقت من الاوقات يحكي هو عن الاصلاحات، ويكونوا مجموعه نتناقشوا عليهم، مجموعه نقدروا نقترحوا وزراء كل واحد في المجال تاعو، في الاقتصاد، في تاع الشباب والرياضه، في التخصصات المختلفة، كل واحد في المجال تاعو، مجموعة من الكفاءات الوطنية، ما يكونوش هما متورطين لا في الفساد ولا في الفساد الأخلاقي ولا متورطين في الدماء. وأقترح رئاسة تاع مؤتمر يكونوا شخصيات وطنية، أقترح من بينهم يوسف الخطيب يكون مثلا رئيس تاع مؤتمر وطني، مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج. في الخارج نشوفوا شخصية واحدة أخرى من الناس اللي راهم موجودين في الخارج. مؤتمر يكون في الداخل ومؤتمر في الخارج. من بعد هذو اللي راهم في الحراك يشاركوا في المؤتمر في الداخل وفي الخارج. هذا الشخصية الوطنية يكون اقترح هو أنه يكون هذا واسمه يوسف الخطيب، وتكون معاه قال مثلا مرأة، قال مثلا جميلة بوحيرد لما لا، وشخص ثاني قال مثلا علي بن محمد اللي كان فيه وزير تاع التربية. يكونوا ثلاثة في القيادة تاع رئاسة تاع المؤتمر. من بعد درك هذا المرحلة نتاع نقولوا مثلا احنا نتفقوا على مرحلة نتاع عام أو عامين من أجل تنظيم انتخابات رئاسية. في هذه المرحلة يكون نقاش داخل المجتمع، الأحزاب تتوقف، العمل الحزبي يتوقف من أجل إعطاء
فرصة لطاقات جديدة، ويكون هناك في الحراك الشعبي هذو ممثلين على مستوى الولايات 48 وفي الخارج. قال مثلا نقترحوا في كل ولاية يكونوا مثلا حسب الدوائر، حسب الدوائر وحسب البلديات، يكونوا ممثلين من هذه الطاقات الجديدة من الشباب جامعيين إلى غير ذلك، وتشارك الناس في هذا المؤتمر في مشروع نتاع مجتمع جديد تتناقش فيه في الخطوط العريضة. وفيما بعد يكون هناك عمل، اقترح هذا بوشاشي على جلبة شو يرأس اللجنة نتاع الانتخابات، اللجنة نتاع مراقبة الانتخابات، اقترح بوشاشي. وفيما بعد تمشي الناس للتنظيم نتاع انتخابات رئاسية، من بعد برلمان ودستور جديد، وتمشي الناس واحدة واحدة من أجل خدمة نتاع يعني بعد طويل. يعني ماشي تعتقدوا من أن الجمهورية هذه راك راح تبنيها أنت دير لي رئيس خلاص راك حليت المشكلة. كيف راح تحارب الفساد؟ كيف راح تحارب البطالة؟ كيف راح تحارب اسمه؟ ربما منكم من يقول لك يا ودي هذه راه تتطلب وقت، حنا رانا نحوسوا على حل عاجل وكذا، وهذا الناس المفسدين انت راك راح تعطي لهم الفرصه باش يهربوا باش يخرجوا، ما كانش منها. فلتستمر قال مثلا هذه العمليه نتاع محاصره هذ الناس المفسدين، تجميد الحسابات نتاعهم، قال منعهم من الخروج، قال كذا، ولكن العمل نتاع بناء الجمهوريه لا يتم بين عشيه وضحاها. وراني نتكلم لكم من اجل المصلحه نتاع البلاد، ما قلت لكم اقترحوني، ما قلت لكم ديروني رئيس، ما قلت لكم راني نترشح ومشيو معايا كما راهم يديروا الناس، ما راني نسق مع جماعه من اجل على جال باش نتكلم معاكم من اجل المصلحه نتاع البلاد وفقط، وماني نحتاج لا جزاء ولا شكور. هذه الكلمة نتاعي باختصار، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات نلتقي بعد قليل. تحياتي لكم جميعا.